أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في لقاء متجدد من عالم من المساجد. سوف نتحدث هذه المرة عن ما يمكن أن نسميه العناصر أو الأفكار المعاصرة المشتركة التي بدأت تميز عمارة المسجد المعاصر. خلال العقود الأخيرة بدأت تتطور أفكار جديدة حول عمارة المسجد، ويبدو أننا بحاجة إلى عملية بحث ودراسة وتفكير في العوامل أو العناصر المشتركة، الأفكار المشتركة التي بدأت تتكرر في كثير من المشاريع المسجدية حول العالم. ولماذا تتكرر هذه المشاريع؟ لا أعتقد طبعا أن نغطي كثير من الأفكار في هذه الحلقة، لكن هذه الظاهرة، ظاهرة العناصر المشتركة التي بدأت تتميز بها عمارة المسجد، في اعتقادي أنها تمثل نوع من البارادايم شيفت أو نوع من التحول الفكري الجديد في العمارة المسجدية، ويجب علينا أن نرصد هذا التحول وأن نبحث فيه ونطوره ونوسعه قدر الإمكان. كما هي العادة، يعني المسجد البنغلاديشي، يعني وهذا المسجد يقع في بنغلاديش وباسم الشاعر محمد، هذا المسجد يعني يعبر عن الثقافة العامة التي تتميز بها العمارة البنغلاديشية المسجدية. ارتباط المسجد بالماء وعنصر الماء، هذه العلاقة الوثيقة الموجودة في كثير من المساجد في بنغلاديش وفي شرق آسيا بشكل عام، هي جزء من الثقافة التاريخية الممتدة بعلاقة يعني تمثل علاقة المسجد بالأنهار الجارية، ويعني فكرة الوضوء وفكرة الماء المتجدد الطاهر الذي يعني يؤدي إلى الطهارة والنقاء والشفافية. كل هذه العناصر يعني تتميز بها عمارة المساجد في شرق آسيا بما في ذلك بنغلاديش، لكن في هذا المسجد على وجه الخصوص هناك كثير من العناصر التي تتكرر في مساجد أخرى، أصبحت تتكرر في مساجد أخرى حول العالم. ويعني هذه العناصر قد تكون هي اللغة الجديدة التي يمكن أن تميز العمارة المسجدية في المستقبل. إذن دعونا نقول أننا نبحث من خلال هذه الحلقات التي نقدمها في يعني في برنامج عالم من المساجد عن هذه اللغة الجديدة التي أصبحت تميز العمارة المسجدية حول العالم. أو ربما نحن نطرح السؤال، هل بدأت تتشكل يعني لغة جديدة للعمارة المسجدية حول العالم؟ إذن هذا المسجد ربما يعني يمثل بداية الأسئلة وليست بداية الأجوبة. أنا يعني سوف أقول أن ما سنتحدث عنه هو نوع من التساؤلات وليس نوع من طرح الإجابات. لذلك يعني دعونا نتحدث عن المسجد ونرى ماذا يمكن أن نقدم، يعني وماذا يحمل هذا المسجد من أفكار. في البداية يظهر المسجد من الخارج كيعني تكوين يعني حضري، تحيط به مدرسة، وكذلك هناك مقبرة قريبة، وعلاقة المسجد بالمقبرة علاقة روحية من وجهة نظر المصمم ومن وجهة نظر المجتمع المحلي. لكن التكوين العام لهالمسجد عبارة عن كتلة مكعبة الشكل بمئذنة تشكل كتلة مستطيلة توازن بين التكوين المكعب والتكوين المستطيل من الناحية البصرية، في تكوين مريح حقيقة. يعني الصورة العامة للمسجد مريحة، يعني نشعر فيها بالتناغم وبالانسجام والبساطة. لكن حقيقة هناك يعني تكرارية، كان من الواضح
أن المصمم يعني فكر في أركان الإسلام الخمسة من خلال هذا التكوين الخماسي الذي يشكل القشرة الخارجية، وغالبا المساجد في بنغلاديش تحمل هذا التكوين المثقب، يعني الذي يشكل يعني تكوين يسمح بحركة الهواء، وكل تكوين يعني طور يعني من خمسة أجزاء، يعني قلبه المركزي التكوين الخماسي، في إشارة رمزية لأركان الإسلام. ورغم أن هذه الإشارة من وجهة نظري يعني ليست ذات قيمة كبيرة حقيقة في مجال العمارة، لكن يبدو أن البحث عن الرمزية أحد العناصر الأساسية التي تشغل بال وفكر كثير من المعماريين حول العالم. يعني لا يتصور أحد تصميم للمسجد دون أن يفكر في الرسائل الرمزية التي يمكن أن يقدمها هذا المسجد للعالم. وهذه العلاقة سواء كنا يعني نتفق عليها أو لا نتفق عليها هي موجودة بالفعل، وتمثل أحد يعني الإشغالات الفكرية الرئيسية التي يعني يدور حولها يعني موضوع عمارة المسجد. الأمر الآخر والملاحظ في هذا المسجد أن السقف جدار القبلة زجاجي، وهذا تكرر حقيقة في كثير من المساجد حول العالم، ويبدو أن الفكرة والعلاقة الإضاءة والارتباط الروحي مع السماء عند جدار المسجد يؤكد أهمية الصف الأساسي الأول القريب من المحراب، وكأن هذا الارتباط الروحي العميق بين الصفوف الأولى وبين جدار القبلة والمحراب وبين السماء هو ما يعني وما هو يعني ما يعني وما هو مهم في موضوع العمارة المسجدية. يعني العناصر الجديدة التي بدأت تتطور وتحتل يعني اهتمامات كبيرة في ذهن وفكر المعماريين المعاصرين الشباب على وجه الخصوص، لأن من قام بتصميم هذا المسجد مجموعة من المعماريين الشباب، وفي اعتقادي أن الأفكار الجديدة الجريئة غالبا تخرج من الشباب في وقتنا المعاصر. بشكل عام يعني يجب أن نبحث أكثر في موضوع العناصر المشتركة، وفي الغالب كثير من هذه العناصر المشتركة هي العناصر التي تشكل اللغة الرمزية المستقبلية لعمارة المسجد. في نهاية المطاف يعني كما شاهدنا حقيقة يعني هذا المسجد مثل غيره من المساجد التي تعبر عن أفكار يعني جديدة ومعاصرة، ويعني تبث لغة يعني رمزية مختلفة عن اللغة السائدة، وتحاول أن تتجاوز الأشكال التقليدية بشكل بسيط وأنيق ومريح دون مبالغة، هي التي بدأت تحتل مساحات كبيرة من أذهان كثير من المعماريين الشباب. وفي اعتقادي أن عصر جديد للعمارة المسجدية مقبل بقوة، وحقيقة نحن في جائزة عبد اللطيف الفوزان نشجع مثل هذه الأفكار كتجارب وليست كنماذج يعني يمكن تكرارها في مكان آخر. أنا أعتقد أنه فكرة أنه التجربة والتعلم من التجربة والمشاركة في التجربة هي ما يهمنا حقيقة في الوقت الراهن، كي نصل إلى يعني علاقة عميقة جدا بين المسجد وبين المحيط الحضري والاجتماعي والبيئي. تحياتي لكم، وألتقي بكم في حلقة أخرى وفي لقاء آخر متجدد من عالم من المساجد بإذن الله.